صليب، عيد الصليب هو عماد المسيحية كلها، هو الصليب. زي ما سمعتوا يقولوا شجرة الحياة، الصليب هو شجرة الحياة، الحياة كلها نبعت من الصليب. تفضل يا بيه، تفضل معنا جوه، تفضل. فالصليب هو الحياة، صليب المسيح ده ليه الحياة هو المسيح. ازاي بقى الصليب ده الحياة جت ازاي؟ عن طريق الصليب. فشجرة الحياة زي ما كان مفروض ان شجرة الحياة ليكلوا منها يحيى الى الابد، فالشجرة اللي ادتنا الحياة هي المسيح المصلوب على الصليب. الصليب ساعات الناس بتبص له بصة وحشة، مش اللي هي الانجيل بيعلمها لنا. يبصوا للصليب على انه في مشكلة جاية، تعب، ألم، وجع، لكن الكتاب المقدس بيقولش كده. لما نرجع للكتاب المقدس في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى أصحاح 4 يقول كده عن الصليب، يقول أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة. لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب. الله، يعني تبقى مشكلة وزي ما هو بيقول بلوى اضطهاد ولا تعب ولا أي حاجة زي كده، وبعدين نقول لا ده مش أمر غريب. بيقول لا، ده لأجل امتحانكم، بل كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا. نفرح ليه؟ هنا بيقول لنا افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح، اضطهاد عليكم وتعيير باسم المسيح، فيقول فطوبى لكم، يعني بختكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تيجي مشكلة أو ألم، ده رصيد ليك في السماء، ودي فرصة ليك في الأرض هنا، وليكي إن أنت تنتصر وتحقق مجد. لما يجي ألم أو مشكلة أو ضيق، دي فرصة ليك وليكي بقوة المسيح إنك تنتصر. اللي هيروح السماء لازم يكون منتصر، ما ينفعش حد يكون مهزوم ومغلوب في الأرض ومتبهدل وعمره ما غلب، ولا داء النصرة ولا داء نعمة ربنا ولا قوة ربنا ولا انتصر، على طول خاضع للشيطان وخاضع للشر ونايم على طول. وبعدين يقول لك هنروح السماء، يروح السماء ازاي وهو مغلوب بالمنظر ده؟ فاللي هيروح السماء لازم دول الغالبين، لأن المسيح لما خرج يقول خرج غالبا ولكي يغلب. في سفر الرؤيا شافوا يوحنا الرائي راكب على فرس أبيض وهو غالب ولكي يغلب. طب ولاده يبقوا غالبين زيه؟ يعني ما ينفعش واحد مستسلم في الحرب وبعدين يقولوا هنديله نشان، نشان اللي ياخده ده هياخد نشان ليه ده؟ لكن لو واحد بيحب بلده وماسك ان هو يقاوم العدو حتى لو ايه الجرح في السكة، يكرموه لانه غالب وعايز يغلب. عشان كده انا اوريكم اي عجيبة قوي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 16. يقول بولس الرسول ايه؟ يقول ان في معاندين كتير له، وعشان كده يقول انفتح لي باب عظيم. باب عظيم يعني انت يا بولس الرسول لما لقيت معاندين كتير اعتبرت ده باب عظيم، اعتبر ان ده باب ايه؟ باب عظيم، يوجد معاندين، فرصة ان انا ايه؟ ان انا ابشر، وفرصة ان انا اصبر، وفرصة ان انا قوة المسيح تبان، وفرصة ان ننتصر ونعلمهم المسيح. فلما تيجي مشاكل او متاعب يقول لنا بطرس الرسول ما تستغربوش، لان دي فرصة لنصرتكم انتم، فرصة عشان تغلبهم. لما يكون واحد في مكان كله رشوة وهو الوحيد اللي مش مرتشي، والناس كلها اللي حواليه بتضغط عليه، وهو يثبت مش يستحق يتكلم،
مش يستحق في السماء يترفع ويتقول انه شهد للمسيح؟ هو ده المقصود. لما يكون في واحد في مكان كله شرور ونجاسات والناس كلها ماشية كده بلخبطة، بس هو امين لربنا زي يوسف الصديق. يوسف الصديق في قلب بيت فوتيفار، بيت فوتيفار مليان حاجات وحشة، عبيد بيعبدوا الشيطان، بيعبدوا الاصنام، وفي شر ونجاسة حتى من مرات سيده فوق. واذا كان رب الايه البيت بالدف ايه ضاربا، امال الباقي ايه؟ اذا كانت الاميرة الكبيرة اللي في السرايا بالمنظر ده تفتكروا العبيد اللي كان عايش بينهم يوسف اللي كانوا بيخدموا معاه شكلهم ايه؟ عايزكم تتخيلوا. فهنا يوسف الصديق يشهد لربنا. يوسف الصديق ما عادش يعيط ويبكي ويقول ليه كده يا رب. في ناس كتير مش عايزة اي مشاكل، مش عايزة اي متاعب، يقولك لا كل لو جاله حاجة بسيطة كده يقولك ليه يا رب كده، ويبقى مش قابل. لكن هنا بولس الرسول بيقول انفتح باب عظيم ليا عشان في معندين كتير، وبطرس الرسول يقول ما تستغربوش، ده روح ربنا يحل عليكم، ما تستغربوش افرحوا كما اشتركتم في ألام المسيح. ها؟ هتشتركوا معاه في أمجاد المسيح. يبقى إذن الصليب فرصة لينا ان احنا نتكلل وان احنا نغلب. هتقولي طب اجيب القوة منين؟ اصل صليب المسيح اللي اتصلبوا على عود الصليب في قوة، عشان كده القوة دي لما تبقى ماسك في المسيح وعايز تبقى زيه ولا عايزة تبقي زيه هيديك القوة ديت والنصرة دي. المسيح لما غلب ما غلبش لحساب نفسه، ده غلب على الصليب وانتصر وهدم الشيطان، ومستعد يديك القوة ومستعد يديك القوة لو انت عايز تغلب زيه، لو انت عايز تبقى زيه وانت عايزة تبقي زيه. تبقى أمينة وتبقى أمين في بيتك وفي شغلك وفي مشاكلك وفي ساعة مرضك. عايز كده المسيح، عايز ناس أمنة مش ناس بيخونوا من أول مشكلة يقولوا له باي باي سلام. عشان كده بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ايه ملكوت السماوات، كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. فانت عايز ايه؟ انت عايز تبقى غالب مع المسيح وانت عايزة تبقى غالبة مع المسيح؟ خد قوة صليب المسيح وخد قوة صليب المسيح. هتاخدها ازاي غير بالصلاة وغير بالايمان ان الله قوي ويقدر يديك قوة. قوة على مكان الشر اللي انت فيه، قوة على الضعف بتاعك، قوة عشان تنفذ وصيته. اذا كانت وصيته بتقولك تحب عدوك تقول لي احب عدو ازاي؟ هيدي قوة هو زي ما هو حب على الصليب، حتى صليبيه هيديك قوة لو تثق في كلام المسيح. عشان كده الموضوع يحتاج ايمان، الموضوع يحتاج ايه؟ ايمان. كنا النهاردة الصبح بنتكلم في القداس عن عبرانيين رجال الإيمان، فيقول إنهم قهروا ممالك، صنعوا بر، إنهم تقووا من ضعف، أطفأوا قوة النيران زي الثلاث فتية، سدوا أفواه أسود، أمنهم بالإيمان عملوا ده كله. عندك إيمان إن المسيح هيقويك وتغلب ولا ما عندكش إيمان؟ عندك إيمان إن المسيح هيديك نعمة وينصرك، ولا إحنا راقدين في الضعف ونقول ما فيش فايدة، مش هنقدر مش هنقدر مش هنقدر، نسلم أحسن، نسلم أحسن ونعمل الشر. ناس كتير لما يجي عليه شر يدور فين السكة الغلط عشان ينفد من الشر ده. وصية المسيح باب ضيق، لكن هو يقول لك يا عمي ده ايه الباب ده؟ قال لي اللي دخلني من الباب الضيق، انا اخد الباب الواسع، انا ارشي، انا ماشي غلط، انا اكذب، انا اتصرف، اريح نفسي باي طريقه. كان ممكن بسهوله دانيال النبي يقول طب ما اسجد يعني للتمثال بتاع الملك او الثلاث فتية، اسف، يقولوا ما نسجد للايه؟ للتمثال بتاع الملك
وبعد كده بيننا وبين ربنا هنبقى ايه اهل حياة ربنا، لكن ما خدش السكة دي. او دانيال يقول مش لازم اصلي، هم قالوا مفروض ايام دانيال انه ما يصليش 30 يوم غير للملك وما يطلبش طلبة غير الملك، مش لازم كان يفتح الشبابيك بتاعة البيت بتاعه ويصلي والناس يشوفه بيصلي، يعمل كده ليه؟ ياخد السكة دي ليه؟ ما ياخد شورت كات كده، يعمل اي حاجة كده يدارى بيها وخلاص. لكن دانيال خد الباب الايه؟ الباب الضيق يوصل للحياة الابدية، المجد في نهاية الباب الضيق، الصليب نهايته قيامة. عايزين ايه؟ لازم الانسان يكون عارف هو عايز ايه. انت عايز السماء مهما كانت، ولا انت مستعد تبيع السماء باكلة عدس زي يعقوب؟ انا جعان دلوقتي يا عمي، اكل اكلة العدس دي وبعد كده يبقى ايه؟ مش اشكال. ها؟ عايز البكورية؟ لا مش عايز بكورية. بكورية ايه؟ انا مش عايز. ساعات الناس ما تبقاش فاهمة وعايزة وعارفة هي عايزة ايه. عايز ياخد شكل المسيحية بس مش عايز الصليب بتاع المسيحية. الصليب بتاع المسيحية هو باب النصرة، انك تفضل مصمم حتى لو لقيت ايه في الطريق انك توصل للسماء. يكون عندك ايمان وعندك ايمان ان بنعمة ربنا انا مش هستسلم للشيطان. الضغوط كتيرة، يقول لك اصل السوق كده وكله كده. ساعات واحد يقول لك اصل السوق كله كده، بيحلفوا وبيكذبوا وبيلفوا ودوروا، هتيجي علي انا؟ لا يا حبيبي، ما كان ايام نوح كله كده، بس نوح مرضاش يعمل زيهم وكلهم غرقهم وكلهم هلكهم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز المسيح. لو عايز المسيح ثبت وجهك. اتقال عن المسيح كده انه ثبت وجهه ناحية اورشليم، كان داخل اورشليم وهو داخل اورشليم. عارفين كلمة ثبت وجهه دي يعني ايه؟ يعني مش حبة كده وحبة كده، لا، هو داخل عشان يصلب علشاننا. يقول كده في الاسمة الجميلة بتاعت ايها الايه؟ الابن الوحيد، اللي يقول ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا فينا. الموت في الطريق، المسيح خد الموت عشان عايز ان هو يخلصنا. فاذا ثبت وجهك. انت عايز السماء بجد ولا انت واخد الشكل؟ وانت واخد الشكل ان انا عايز السماء بس في الحقيقة انا عايز نفسي. معلمنا بولس الرسول في مرة من المرات قالوا له هتتربط في اورشليم، فقعدوا الناس اللي حواليه عيطوا. بيعيطوا ليه؟ قال لهم تبكون وتكسرون قلبي، ده انا مستعد ان مش اربط بس في اورشليم عشان خاطر المسيح، ده مستعد اموت عشان خاطر المسيح. هي مش فتحة صدر، لكن بقوة مين الكلام ده؟ بقوة ربنا. لما تكون بتاع صلاة ومصمم وتقول له اديني قوة هديك قوة. لما تكون بتاع الصلاة انت وعايزة تعيش ربنا ومش عايز تعملي الغلط، مش هتعملي الغلط بنعمته. تفتكروا الشهداء بتوع ليبيا دول شباب بسطة. قريب كنت في مكان في عمال في كنيسة مش برا الزيتون هنا، وبعدين شفت عمال في المكان كله بيتبني، مكان فيه انشاءات كتير، فشفت عمال كتير وهم بيصلوا وبيسبحوا شمامسة. قلت دول اخوات اللي استشهدوا في ليبيا، متأسسين في الصعيد، عندهم الايمان. هم مش بيصلوا، مش قاعدين في الدير ولا كده، بيصلوا طول النهار، بس حابين المسيح وتعلموا على المسيح وتعلموا الجدية وطلبوا من ربنا، وربنا اداهم قوة. اوعوا تفكروا ان حاجة بسيطة لما يكون السكينة على رقبته، دي حاجة مش بسيطة. لكن القوة والنعمة اللي خدوها قوة الصليب، اداهم قوة اسمها قوة الصليب. عشان كده يقول لنا كلمة الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة. لكن الصليب عندنا هي قوة الله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بص للصليب ان قوة، صليب المسيح. زي ما غلبت يا رب اديني اغلب، اديني نعمتك، اديني قوتك، روحك القدوس يحل عليا. زي ما هنا قلنا في رسالة بطرس الرسول اللي قريناها، يقول كده ايه؟
يقول بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوباكم. إن عيرتم باسم المسيح فطوباكم، فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. يعني في اللحظات دي اللي فيها افترى بتاع الناس المتعبين والمحاصرة بتاعتهم لينا والتهديد لينا، العالم الشرير، في اللحظات دي روح المجد والله يحل عليكم. في نعمة خاصة في الوقت ده. مش بعيد ان كانوا شافوا السماء مفتوحة زي استفانوس، ومش بعيد ان هم كان قلبهم مليان حب ربنا في الوقت ده ومليان شوق للسماء ومش هاممهم كل ده. روح المجد والله يحل عليكم. يعني انت او انتي انوي بس تعيش لربنا وتصنع وصيته. انوي. ساعات الواحد بقاش ناوي، فيجي وقت الجد مش ناوي، مش ناوي. لا، دانيال والثلاث فتية لما راحوا في بابل وجابلهم اكل مخالف للشريعة بتاعتهم، يقول اما دانيال فجعل في قلبه الا يتنجس. خلي بالكوا كلمة جعل في قلبه دي لها معنى. يعني ايه جعل في قلبه؟ يعني صمم من جوه قلبه والنية ان هو لما يكون انا بنعمتك هغلب ومش هاكل الاكل ده وهخالف شريعتك. في ساعات واحد يقول لك بقى اعمل ايه غصب عني بقى، ما هو يعني هو مش ناوي من الاول. اما دانيال فجعل في قلبه الا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه. طب هتعمل ايه يا دانيال؟ هصلي. وبعدين يا دانيال ده الراجل لو الملك عرف هيقطع رقبتك. هتكلم الرئيس الخصيان. طب افرض رئيس الخصيان قالك بتقول ايه؟ انت اتجرأت تقولها؟ طب تعالى اقتلك. هصلي وربنا يسندني اغلب، يديني نعمة في عينيه، هعمل الصح. ودانيال عمل كده ونجح. فاذا قوة المسيح، قوة صليب المسيح، لما تكون ناوي تعمل وصية المسيح هيقول روح الله وروح المجد يحل عليكم. ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم. اما من جهتهم فيجدف عليه. هم يجدفوا الناس اللي ضد المسيح يجدفوا. وبعدين اما من جهتكم احنا بقى فيمجد. امجد ربنا، ما عملش الغلط. كيف اصنع هذا الشر العظيم واقتل الرب اللي بحبه؟ ها، يبقى هنا اما من جهتهم يجدف عليه، اما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق. انا ما اتألمش كقاتل، ما اقتلش وبعد شويه اتألم بسبب خطيتي، ولا سارق. ها، ولا يتألم احدكم او فاعل شر او متداخل في امور غيره، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل. ان كان كمسيحي، اضحكوا عليك ومال يضحكوا عليك؟ ليه العبطة بتاعتك؟ حد بيعمل كده اليومين دول؟ انا بعمل كده. ايه اللي بتعمله دوت؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيلبس اللبس اللي انت لابساه ده؟ انا بعمل كده. ايه اللي بتعمله ده؟ حد في الفرح بتاعه بيعمل كده؟ انا بعمل كده. الناس يضحكوا عليك؟ يضحكوا. يبقى هنا انا بشهد لمين؟ للمسيح. يضحكوا ماله؟ اللي عايز يضحك عليه يضحك عليه براحته. اما من جهتهم هنا هوت فيجدف عليه، واما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره، ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. يمجد الله من هذا القبيل. طب في الاخر في القضاء بقى، في الامين ياخد حقه وفي اللي مش امين هياخد حقه. عشان كده يقولك لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله او الى اخره. مش عايز اطول عليكم، لكن انا فرحان النهاردة ان انتم حابين الصليب وجايين في الظروف ديت، وكلكم محبة للكنيسة، وربنا قادر يديكوا قوة ويديكوا حسب ايمانكم ويديكوا نعمة وبركة. ونعيش للمسيح، يكفينا فخر ان احنا نعيش له امناء
وده الفخر الحقيقي اللي فوق في السماء هنشوفه. كل سنة وانتم طيبين. أما كلمة الصليب عند الهالكين فإيه؟ فجهالة. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. هنقرأ التحليل ونمشي على طول. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمه. ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا ذنوبنا.